عليكم الدراري، اش من صدر واش من، خليونا تناضروا. صباح الخير عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم معكم ايوب خلفاوي، فيديو جديده. علاش نهضروا على واحد الحاجه؟ علاش خاصكم تلعبوا بليزاردير صدر اكثر ما تلعبوا لبارا، اكثر ما تلعبوا لبارا؟ كيف ما كتعرفوا باللي صدر كتفعلوا، كيف كتفعلوا لالتيغ دامبل كتر ما كتفعلو البارا؟ البارا فاش كتلعب كتحس براسك لعبتي ساهل، اما فاش كتلعب بليزالتيغ كتلعب وانتيا لاعب، فهمتي؟ صعيب لاعب، منها كتشد توازن الجسم ديالك، فهمتي؟ يعني شحال من حاجة. مثلا اعطيو مثال، واحد كيلعب في لاباغ بمية كيلو، يعني ماكسيموم ديالو 100 كيلو، غتجي انت غتلعب في لي زالتير. الا كنت كتلعب 100 كيلو في لابار غتلعب لي زالتير 40 كيلو، اذا طرتي 35 40 كيلو، نقصات 20 كيلو من الوزن اللي كتلعبو في لي زالتير مع لابار مقارنه مع لابار. علاش؟ حيت لابار، حيت لابار سهله، يعني ما غتزيدكش في الصدر في لاماس في الخدمه اكثر من لي زالتير. اما بالنسبه لي زالتير فاش غتلعب بلي زالتير غتلعب مثلا بالوزن اقل، وغتفعل وغتدور الدم في العضله ديال الصدر اكثر من لاباغ، و سورتو الا كنتي كتلعب لي ريبيتيسيون عاليين شي شويه، يعني 12 13 14 والوزن ثقيل، تما هذه كتوصل للماكسيموم ديالك، وغتحس بصدرك باللي بصح تضخ فيه الدم بزاف، تبامبا تكبر كبر في الحس مقارنة مع لابار ما تحش بيها. لي زالتيغ كيقيسو الصدر فاش كتلعب بيهم، كيقيسو الصدر بنسبة 95%، يعني البورسونتاج الدراسة العلمية. أما بالنسبة لابار كتقيس بنسبة 75% حتى 80%، أجاب 80% ل 95%، يعني 15% اللي ناقصة، 15% ديال الفرق. وراه راكم عارفين 15%، بالنسبه للاباغ فاش كتكون لاعب صدر بلاباغ كتقيس البواترين، وكتقيس لي زيبول، وكتقيس بيسبس وتريسبس. بارابور لي زالتير فاش كتكون لاعب صدر كتقيس البواترين بزاف 95%، و 5% كتبقى عياش البيسبس وتريسبس، الكتاف ما كيتقاسوش في لي زالتير. وهذا هو الهدف، هذا هو المضمون من هذا الشيء كامل. وكما تشوفوا ارنولد شوازينيغر مع لاباغ في الصدر قليل فاش كان كيلعبها، سيرتو في 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 ديفلوبي كوشي ما كانش كيلعب بلاباغ، كان كيلعب بلي زالتيغ. علاش؟ حيت دار معاه واحد الانترفيو وقال لهم باللي حقا ما كنتش كنحس بالصدر ديالي حتى لعب في لي زالتيغ. وتخيلوا معايا داك التمرين ديال لابار ديفلوبي كوشي في البلا كان معروف، ويمكن حتى شي واحد دابا يستغني عليه، هو استغنى عليه ولا كيلعبوا بلي زالتيغ. وانا تاينا براسي هذه الشهر وانا كنلعبوا بلي زالتيغ، والحمد لله كنحس بواحد البروغريسيون مزيان، احسن من لابار، وما كرهتش نلعب في صدر الحصه كامله بلي زالتيغ، يعني حتى في الانكلين يدي كليني ساعه ما عندك كيدير، تعرف البلاصه كتكون عامره وما عندك كيدير، يعني ضروري كتستر باش تمشي تلعب في دي ماشين واحد اخرين وتخلي لي زالتيغ. الو الدراري، احنا دابا رجعنا لكم ان شاء الله فيديوهات بغيتكم بعدا ديروا واحد اللعيبه، ها هي تلقاوها هنايا ضروري ديروها باش نستمر معكم فيديوهات. شكرا لكاع الرسائل اللي كيوصلوني، شكرا لاي حاجه. غتشوفوا دابا كيفاش غنلعب، كيفاش كنلعب صدر، غنوريكم 3 دي زيكزارسيس لي مهمين، اللي هو لانكليني ديكليني والعضله كامله، يعني في البلا والعالي والحاده. المهم خليكم تشوفوا الفيديو.